الشرطة المصرية ورجالنا من الشرطة المصرية البواسل. أيضا مشاهدين استطعنا أن نخوض حربا أخرى هي الحرب من أجل تحقيق التنمية. نعم. وها قد وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى مركز المؤتمرات قاعة المنارة بالتجمع الخامس ليشهد اليوم يوم الشهيد الاحتفال به في الندوة التثقيفية 37. يعود يوم الشهيد إلى 54 عاما وتحديدا في مثل هذا اليوم 9 مارس 1969 حين قرر الشهيد عبد المنعم رياض أن يتوجه، وكان رئيس أركان القوات المسلحة حين ذاك، أن يتوجه إلى جبهة المواجهة في سيناء في الإسماعيلية على الناحية الغربية من القناة وفي الصفوف الأولى، حيث اشتبكت قواتنا الباسلة مع قوات العدو التي كانت تحتل الأرض حينذاك، واستشهد ليلقى ربه وليضرب أروع الأمثلة في التاريخ، وبعده كثير من أبناء هذا الوطن ومن رجاله. وتحيي مصر في كل عام هذا اليوم المهم.